دنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحيه لجميع المشاهدين والمتابعين الاوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العلائش مع الحصيله اليوميه. دنا متابعين الاوفياء مع الحصيله اليوميه كما اعلنت عنها وزاره الصحه مساء اليوم عن اصابه 481 اصابه مؤكده جديده بفيروس كورونا خلال 24 ساعه الماضيه، وبهذا كترتفع او كيرتفع عدد الاصابات الى 525924 حاله مؤكده منذ بدايه الوباء بالمملكه. واعلن نفس المصدر عن وفاه 8 حالات وفاه ليرتفع مجموع الوفيات الى 9233 حاله وفاه بالمملكه. واكد نفس المصدر عن شفاء 450 حالة شفاء إضافية ليبلغ عدد حالات الشفاء إلى 512937 حالة شفاء بالمملكة. إذا نتمنى من الله السلامة أكيد متابعينا الأوفياء متابعي قناة شوف تي في. بالنسبة لإقليم العرائش، فإقليم العرائش سجل تقريبا إصابة واحدة مؤكدة جديدة فيروس كورونا وصفر حالة وفاة بالإقليم. نعطيكم الحصيله ديال عدد الاصابات بجهه الدار البيضاء، اصبت 236 اصابه و4 ديال الوفيات. جهه الرباط صاله القنيطره 71 اصابه وصفر وفاه. جهه مراكش اسفي 51 اصابه وصفر وفاه. جهه طنجه تطوان الحسيمه 32 اصابه وصفر وفاه. جهة سوس ماسة 36 إصابة وحالة وفاة. جهة فاس مكناس 16 إصابة وحالة وفاة. جهة بني ملال خنيفرة 9 ديال الإصابات. جهة الداخلة واد الذهب 8 ديال الإصابات وصفر وفاة. جهة الشرق 7 ديال الإصابات وحالة وفاة. جهة قلميم واد نون 4 ديال الإصابات صفر وفاة. جهة درعة تافيلات 3 ديال الإصابات وحالة وفاة. إذا كما قلنا متابعين الأوفياء، للأسف الشديد كما كتسمعوا فعدد الإصابات مازال كتسجل، وكذلك عدد الوفيات مازال كتسجل للأسف الشديد. إذا توهب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة وكذا السلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل روح ومسؤولية. إذا نطلب الله السلامة أكيد متابعين الأوفياء لجميع المتابعين وكذلك لجميع المغاربة. الله يرفع علينا هذا الوباء هذا متابعين الأوفياء، ما فيها بأس أنكم تردوا البال وتكونوا على بال، وخاصة أن عدد الإصابات ما زال كتسجل للأسف الشديد. عدد الإصابات ما زال كتسجل، طلبوا الله السلامة أكيد متابعين الأوفياء. نتمنى اننا نتلاقى بكم موعد لاحق ان شاء الله. نتمنى ان الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء، ولما لا اننا نرجع للحياه ديالنا الطبيعيه. اذا كنشكر جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا سواء من داخل ارض الوطن او من خارجه في هذه الجوله وفي هذا البث المباشر والحصري مع الحصيله اليوميه متابعينا الاوفياء. نتمنى اننا نتلاقى بكم موعد لاحق ان شاء الله، بتحياتي للجميع.